تعبان يقظان اشتغل خياط عمرك ما بلا تعكنا ابعد عمرك 18 سنه مواليد 2003 حقيقه انا بديت ويا يقظان قصه طويله احنا كعشيره يعني عندنا مشكله ان زواج الاقارب مهم جدا عندنا فلذلك عندنا اسباب هاي الوراثة الصم البكم الخرسان والدي اخرس عمي ابو زوجتي اخرس يعني قسمت صلاه ختمة عمي وطلع يعني يقظان عندي وبني يهمن له احتياجات خاصه قبل كنت بالمدرسة أول ما جيت للدنيا كنت أروح أقرأ بالمدرسة بمدرسة ما يسمعون يحكون المعلمة ما عجبها الحكي يحكون وأنا باوع عليهم ما دفتهم عليهم شو يحكون فالمعلمة طردتني قلت لي روح فأبوي سمع بالحكي انقهر فدخلتهم مال مدينة الطب فحص فالدكتور بندي تطب نصحني قال لي أنصحك نصيحة هذا ابنك عنده ضعف سمع وليس صم قال يعني بيه مجال هو أخته فأفضل أدخلهم معهد ما صموا بكم فبدت وياهم من الصفر يعني عندي البنية أصغر من يقظان دخلوها مع روضة ما صموا بكم ويقظان دخلوها أول ابتدائي ما صموا بكم والحمد لله قام يقرون يكتبون ينطقون مخارج الحروف قامت تطلع عندهم طوروا تطوير مو طبيعي لغة الإشارة العالمية تعلموها يعني ما شاء الله وصل مرحلة كمل السادس هم ما عندهم غير السادس ويدزوهم بعدين معهد ما التأهيل اللي مهني باليرموك بالأربع شوارع ودوني معهد يرموك الأربع شوارع لتأهيل المهني يجربوه شوفوا يفحصوه كلهن خياط حلاق كهربائي قالوا له أنت شو تحب قالوا ما أنا خياط قعدوا على الماكينة شافوا خياطه مضبوط كملوا سنة كمل سنة بتدريب الخياطة انطوه شهادة تعترف انه هو خريج معهد مهني تأهيل مهني كم صديق عندك بالعالم اخرس؟ تركيا عراق كويتية سعودية كويتية امارات يقول لك لغة الصم العالمية كلها اعرفها يقول اذا افتح معهد انت مستعد تعلم الطلاب يتعلم الطلاب جدة خطي اشارة انت تعلمه؟ يقول مستعد اعلمهم كل نفس الشيء علي يقول خطيه كبار ما يعرفوا يكتب ما يعرف يسولف يشيل الموبايل يركض على القرار الرساله هاي شنو يقول انا مستعد يقول انا اتمنى اكون مصور واحب اصمم ازياء واصور يعني الملابس القديمه ملابس يعني الكلاسيك احنا نحكي